يقول السائل: اعتمرت بوالدي وزوجتي، وبعد السعي اعتمرت بوالدتي وزوجتي، وبعد السعي قلت لهن قصرنا في المنزل فنسينا حتى الآن، وقد خلعنا ملابسهن، فماذا يجب عليهن؟ النساء ليس لهن ملابس خاصة بالإحرام، هذا للرجال إزار ورداء، أما النساء تحرم بثيابها إلا البرقع والنقاب والقفازين، وأما الثياب فتلبس ما شاءت، فعليهن التقصير، عليهن المبادرة بالتقصير، وأما الثياب ليس لها دخل بالنسبة للنساء. نعم.